هذا يسأل عن التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي الذي هو أخذ المني من الرجل وإفراغه في رحم المرأة، إفراغه في رحم المرأة بواسطة وسائل طبية، هذا الحقيقة محل حرج ومحل، لأن يعني فيه كشف عورات، فيه كشف عورات وأيضا الأنساب. من الذي يأمن هؤلاء الأطباء على النسب وأن هذا الذي ولدته المرأة ولد لفلان وهو ما حصل جماع بينهما؟ من يأمن على النسب ولا يلجأ إلى هذه الوسيلة؟ على الإنسان أنه يعالج الذي لا ينجب عليه بالعلاج، وإذا لم يحصل شيء فالأمر لله سبحانه وتعالى، يصبر ويحتسب. أما التلقيح الصناعي فلا أراه ولا أنصح به لمسلم